بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل أبناء الطلاب في الصف السادس المرحلة المتوسطة. حياكم الله جميعا في مادة القرآن الكريم في الفصل الدراسي الثاني 2022. أخذنا الدرس الأول في هذا الفصل من سورة المزمل، وأخذنا الدرس الثاني كذلك من سورة المزمل، آخر آية من سورة المزمل. واليوم معنا الدرس الثالث، سورة الجن، سورة جديدة. هذه السورة مكية وآياتها 22 آية. هذه آداب تلاوة القرآن يا شباب، قدامكم وأمامكم 6 آداب عندما تتلو القرآن: الطهارة، الخشوع، الاستعاذة، البسملة، تدبر وفهم الآيات، تحسين الصوت. صوروها يا شباب، تستفيدوا بها وتستفيدوا منها في حياتكم عندما تقرؤون القرآن. عنوان درس اليوم، وهو الدرس الثالث في صفحة 58، ما هو عنوان الدرس؟ من يقول لي ما هو عنوان الدرس؟ محمد وصالح، مركز معنا يا محمد، يا جاسم، يا خالد، يا علي، ركزوا معنا بارك الله فيكم. أنتم مأجورين عندما تسمعون دروس العلم، والإنسان عندما يسمع هذه الدروس يكون له أجر كبير، تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تتنزل عليه السكينة، الله عز وجل يذكره في من عنده عند الملأ الأعلى عند الملائكة. إذا ما هو عنوان الدرس؟ من يقول لي ما هو عنوان الدرس؟ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس والجن. فالرسول جاء يدعو الناس وجاء يدعو الجن، مو فقط الناس. الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس والجن، وستتعرفون من خلال سورة الجن كيف أن الجن أسلموا وآمنوا بالقرآن. الآية من 1 إلى 5 اليوم، صفحة 58. فاتحين الكتاب صفحة 58، نبدأ نقرأ الآيات يا شباب. قدامكم أنا سأقرأها وأنتم استمعوا إلي، بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. لاحظوا من أول آية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هناك نفر هم تقريبا 9 أو 10 استمعوا إلى الرسول، فعندما استمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا القرآن العجيب والقرآن العظيم والقرآن الجميل والقرآن الجليل يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الحق، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا، أي عظمة الله، وجد الله هو معنى جد ربنا، أي عظمة الله وسلطان الله وملك الله، هذا معنى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. نستمع الآيات من الشيخ، الكل يستمع يا شباب بارك الله فيكم، ركزوا، كتب الله أجركم وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به
ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا استمعنا إلى الآيات يا شباب هذه الآيات بإذن الله عز وجل تحفظونها وسبب نزول هذه الآيات يا شباب كما ذكر العلماء أن حال بين الجن وبين خبر السماء لأن الجن كانوا يصعدون إلى السماء فيسمعون الأخبار فعندما نزل القرآن حرست الملائكة السماء الدنيا ولم تستطع الشياطين أن يصعدوا ويتسمعون الأخبار فعرفوا وعلموا أن هناك شيء فعندما بحثوا في مشارق الأرض ومغاربها نظروا ووجدوا أن القرآن قد نزل فبعضهم أسلم وبعضهم كفر يعني بعض الجن أسلموا ودخلوا في الإسلام والبعض كفروا والعياذ بالله ونحن شرحنا معاني الكلمات وذكرنا أن القرآن قرآن عظيم وقرآن عجيب ويهدي إلى الرشد والحق هذه المعاني الإجمالية لمن أراد أن يستفيد منها ولكن أنتم مطالبون أهم شيء بالحفظ أهم شيء أنكم تحفظون الخمس الآيات يا شباب بارك الله فيكم هذه الآيات اللي قدامكم اللي بيصورها بالتلفون صورها واضحة صورها علشان أنت في الطريق تحفظها أنت قاعد في البار استأنس مع ربعك وما يمنع أنك تقعد 5 دقائق 10 دقائق كذا تقرأ هذه الآيات تكسب أجر وتحفظ الآيات هذه العظيمة طيب يا شباب ما ترشد إليه الآيات ونختم الدرس ترشد الآيات أولا رقم 1 شنو تقرر السورة الكريمة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الثقلين الإنس والجن معا 2 الله واحد أحد متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص وليس الله عز وجل يقول ليس لي حاجة إلى أحد الله يقول ليس لي حاجة إلى أحد 3 بيان علو شأن القرآن الكريم حيث شهدت له الجن بأنه عجب فوق مستوى كلام الخلق 4 الاستجابة السريعة من الجن بالإيمان عندما سمعوا القرآن الكريم ولم يشركوا بربهم أحدا هذا الطالب اقتدوا بهذا الطالب صورة تبين أن الطالب المجتهد هو الذي دائما يسمع للقرآن الواجب يا شباب ما هو الواجب شنو الواجب يا جاسم شنو الواجب يا شباب لو سألنا محمد أو صالح أو خالد الواجب هو نسخ الآيات تنسخ الآيات في الكتاب أو في الدفتر ونعمل لك عليها درجات الذي ينسخ الآيات تكون له درجات الذي ما ينسخ ما له درجات إلى جانب تحفظون الآيات بارك الله فيكم وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.